يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحروف المقطعة هل يجب مدها هل يجب مدها مدا لازما بكامل المد، أو يكفي أن تمد دون ذلك؟ وهل يجب أن تطبق أحكام التجويد بحذافيرها؟ هذا تسأل عنه المتخصصين في علم التجويد، تسأل عنه المد، المدود تختلف، فتسأل عنها المختصين بعلم التجويد. ولا ينبغي المبالغة في التجويد، مبالغة في التجويد ما ينبغي، تجويد إنما هو لتحسين الأداء، تحسين أداء القرآن من غير مبالغة وتمطيط وزيادة في أحكام التجويد. الاعتدال مطلوب في كل شيء. نعم.